السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر كل اللي بيتواصل معايا وبيشترك معايا في القناة. ياريت تتواصلوا معايا أكتر وتشتركوا معايا أكتر، وأنا بشكر جدا 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 كل الناس اللي اشتركت معايا في القناة. ياريت حبايب قلبي تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر، عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى. النهاردة حبايبي هنتكلم عن رؤية البامية في المنام. علامة تدل رؤية البامية في المنام، ده اللي ان شاء الله بإذن الله هنعرفه النهاردة. تعالوا نشوف رؤية البامية بتدل على ايه في المنام. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. علامة تدل رؤية البامية، رؤية البامية هنا من الرؤى المحمودة الجميلة اللي بتدل فيها على الخير والرزق والمال، زوال الهموم، النجاح والتيسير في أمورنا وفي حياتنا. ده كله بتدل عليه رؤية البامية في المنام. طب تعالوا نشوف بعض تفسير لبعض الرؤى. لو ان احنا مثلا شفنا رؤية فيها البامية، بالنسبة البامية هنا الخضراء، لو الإنسان هنا شاف إن البامية هنا خضراء، الخضراء بالنسبة لرؤية البامية الخضراء في المنام، لو الإنسان شاف هنا إن هو بيجمع أو إن هو عنده بامية خضراء وجميلة سواء للرجل أو للمرأة، ده دليل على المال الحلال وزيادة في الصحة، ان ربنا يديله صحة، يديله التخلص من المشاكل، زوال الهموم، زيادة في المال الحلال ليه. يعني كل ده بالنسبة لرؤية البامية الخضراء بالنسبة للرائي، لو شاف ان هو عنده بامية في منزله او في بيته او في مطبخه، ده دليل على ان البامية الخضراء هنا بامية جميلة بتدل على الصحة الجيدة، المال اللي جاي له مال حلال، زوال الهموم والمشاكل، التخلص منها. يعني كل دي بالنسبة لرؤية البامية الخضراء في المنام. طيب لو هنا بقى الرائي شاف نفسه ان هو البامية بتاعته ناضجة، يعني لسه جايبها طازة، استشعر في المنام بتاعته ان هي طازة، ان هي حلوة، ان هي لسه ناضجة، لسه كده بتنضج كده وجميلة، ده بإذن الله تعالى دليل على احوال اولاده في الدراسة، واحوال اولاده هنا في الدراسة سوف تكون بالتفوق والنجاح لاولاده بأمر الله تعالى. يبقى هنا رؤية البامية الناضجة في المنام بالنسبة للرائي، يعني هو استشعر ان هنا البامية ناضجة في المنام، ده دليل على ان اولاده ان شاء الله بامر الله تعالى هيبقوا متفوقين جدا جدا في دراستهم، وهيبقى عندهم في نجاح بالذات في العام اللي هو شاف الرأي فيه المنام ده، ان ان شاء الله سوف يكون اولاده من المتفوقين، وربنا ييسر لهم الامر في النجاح وتيسير بعض الامور ليهم في دراستهم بامر الله تعالى. يا رب ينجح اولادنا جميعا. طيب لو مثلا هنا شاف ان الرائي كان عنده هموم ومشاكل والبامية شافها في المنام، شاف ان هو عنده طبق بامية، ده دليل على انه سوف يتخلص من الهموم والمشاكل اللي هتبقى بالنسبة للرائي، هيتخلص منها. طب بالنسبة للغني، لو انسان غني ومعاه فلوس او مال كتير وهو حلم ان هو هيبقى بيجمع البامية، او عنده بامية ما بيجمعش، يعني عنده بامية، ده دليل على ان هو سوف يعني يبقى غني على غناه، ربنا هيديله غنى فوق غناه بأمر الله تعالى، والله أعلى وأعلم. طب بالنسبة للبامية للفقير، للفقير الإنسان الفقير، لو الإنسان الفقير هنا لقى نفسه إن هو عنده بامية، بامية كتير، بامية خضراء جميلة حلوة شكلها جميل جدا،
ده دليل على ان ان شاء الله ربنا هيديله وهيغنيه وهيديله، ربنا هيصلح له من اموره وربنا هيديله وهيغنيه ان شاء الله باذن الله، وستزول كل ديونه ومشاكله وهمومه، وربنا هيفتح له باب رزق هيدخل عليه عائد اللي بيها هيكون مال حلال ليه، وهيبقى عائد هنا العائد هيكون هيعم عليه وعلى أولاده وعلى بيته بالخير إن شاء الله بإذن الله تعالى. طب بالنسبة لرؤية البامية المطبوخة في المنام للمرأة المتزوجة، لو المرأة المتزوجة هنا شافت إن هي بتطبخ بامية، ده دليل على الرزق، بس الرزق بقى ايه اللي هو هيحصل عليه الزوج في عمله. يعني هنا شافت الزوجة ان هي بتطبخ بامية وعاملة ما شاء الله بقى بامية كتير كده وبتطبخها في المنام وفي الرؤية بتاعتها، ده دليل ان ان شاء الله بإذن الله زوجها سوف ينال ربح ومال كثير في العمل بتاعه بأمر الله تعالى ان شاء الله بإذن الله تعالى. طيب وفي تفسير بردك آخر بالنسبة للبامية للمرأة المتزوجة، يعني هي لو شافت بردك نفسها، وده قريب قوي بردك من المعنى بردك للتفسير الأول، ان لو شافت المرأة هنا ان هي بتطبخ البامية، المرأة المتزوجة ان هي بتطبخ بردك البامية، ده دليل على ان هي بتساند زوجها في المواقف الصعبة في حياته وبتسنده على أعباء الحياة. هنا برضك إن الزوجة يعني يا رب يصلح حال الزوجات كلها يا رب أجمعين، إن هنا الزوجة بتساند جوزها في بعض الأمور اللي هي بتبقى يعني التفكير فيها صعب شوية، هي بتسنده فيها وبيكون عندها ذكاء فيها وبتقدر تحل هذه المشكلات، وكمان بتسنده في أعباء الحياة. طيب بالنسبة للمرأة الحامل بيدل على إيه المرأة الحامل لو شافت إن هي عندها بامية خضرة وكده وجميلة وحلوة وكبيرة كده وحلوة؟ ده دليل على الولادة السهلة والميسرة ليها والرزق اللي هيجيلها بقدوم المولود اللي هيجيلها، يعني ان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمها وهتتيسر أمورها في الولادة، وكمان ان لما المولود ده يجيلها هيجي لها بالخير وقدوم الخير مع المولود ده ان شاء الله بإذن الله تعالى، وهتبقى مناسبة سعيدة جدا ليها بقدوم هذا الطفل والخير اللي هيجي كمان مع هذا الطفل بأمر الله تعالى والله أعلم. طب بالنسبة للبنت العزباء، للبنت العزباء لو شافت ان هي بتزرع بقى بامية، ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان ربنا هيرزقها الخير والبركة في حياتها بصفة عامة، يعني بصفة عامة كده سواء هي البنت العزباء سوف يعني على قدوم زواج او ان هي في حياتها عامة، حتى هي لو لسه ما اتخطبتش حتى، ده دليل على ان ربنا هيبارك لها وهيديها بسعة الرزق وصلاح حالها، وكمان هتسمع أخبار جيدة وجميلة ليها في الوقت القادم ليها بأمر الله تعالى، وإن حياتها تكون مليئة بالبركة والخير بأمر الله تعالى. طيب لو بقى البنت العزباء هنا شافت إن هي بتطبخ البامية، البنت العزباء لو شافت إن هي بتطبخ بامية، ده بيدل على ان شاء الله بإذن الله ستتزوج بأمر الله تعالى. يبقى هنا ان البنت العزباء لو شافت نفسها بتطبخ البامية بتدل على الزواج ان شاء الله بأمر الله تعالى. طيب بالنسبة بقى لتقميع البامية، يعني الرأي هنا لو شاف ان مثلا ان هو بيقمع البامية، ده دليل على ان هو انسان ذكي
وبيحل بعض المشاكل والأمور ليه بحكمة وبعقل، يعني بيقدر يحل المشاكل ليه بحكمة وبعقل. ده بالنسبة للرائي سواء مرأة أو رجل، ده دليل على الذكاء والحكمة ليه في حل المشاكل بأمر الله تعالى. طيب برضك هنا عندنا البامية للمرأة المتزوجة، لو شافت ان هي برضك بتأمع البامية، ده دليل على ان هي بتدير شؤون بيتها بحكمة وبتربي اولادها بطريقة جميلة وحلوة، وتربيتها لاولادها تربية جميلة جدا. ده بالنسبة للمرأة المتزوجة اللي هي بتأمع البامية. اما بالنسبة للبامية الصفراء، هنا الرؤية غير محمودة، بتدل هنا ان البامية على المرض، يعني ان الانسان، يا رب ربنا يحفظكم جميعا، هنا ان الانسان لو شاف ان هو معاه بامية صفراء، ده بتدل على ان هو يعني هيجيله زي وعكة صحية او هيمرض مرض معين، وربنا يا رب يحفظنا جميعا. طيب بتدل هنا، طب تقطيع البامية، لو انا ماسكة بامية بقى مش بقمحها بس عمال اقطع في البامية، عمال الرؤي هنا شاف نفسه ان هو بيقطع البامية، ده دليل على زوال الهموم والمشاكل القادمة، يعني لسه هتبقى في والله أعلى وأعلم في الحياة القادمة لي، هيكون هيواجه مشاكل وهموم، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى هتزول، وإن هو هيتغلب عليها بأمر الله تعالى. حصاد البامية، الله بسم الله ما شاء الله، يعني للإنسان الرؤي لو شاف نفسه إن هو بيحصد البامية، للكل، للرجل، للمرأة، للبنت، للشاب العزب، ده دليل على سماع أخبار سارة بأمر الله تعالى. طيب لو الإنسان بقى هنا برضك شاف رؤية البامية المجففة، هو بقى مش شايفها هنا طازجة ولا ناضجة ولا طازجة ولا يعني شايفها بطلعها من كيس بامية مجفف وفي غير أوانها، وفي غير أوانها، ده دليل على المشاكل والهموم والأحزان اللي هيقابلها الرائي في الأيام المقبلة ليه، فياخد الحذر وياخد باله منه من هذه المشاكل اللي هتقابله، ويحاول يحل المشاكل دي بذكاء ويتعامل معاها بذكاء، أو هتقابله بعض الهموم والأحزان. ربنا يا رب يحفظنا جميعا، عليك برضك بالدعاء لله سبحانه وتعالى يخفف عنك هذه الرؤية بأمر الله تعالى، وحل مشاكلها لو صدفتك مشاكل بأمر الله، والله أعلى وأعلم. طيب لو الميت، احنا الإنسان بقى هنا شاف إن الميت بيعطي بامية للحي، لو هنا ان الرائي شاف نفسه ان هو بيعطي بامية للحي، ده بيدل على ايه؟ ده ان شاء الله بإذن الله تعالى ان الميت هنا اعطاء بامية للرائي جميلة جدا، دي بتدل على المال والوفير القادم بأمر الله تعالى برضك هنا للرائي. طيب والعكس صحيح، لو ان هنا الحي هو اللي أعطى الميت بامية، ده دليل على الخسارة المادية اللي هيشوفها الرائي، فياخد باله وياخد حذره من ممكن يحصل ان هو هيخسر في تجارته او في ماله، جزء كبير من ماله هيروح فيه خسارة، فياخد باله هنا الرائي من هذه الرؤية، لأنها بتكون إنذار ليه في شيء معين، ممكن هيقدم على عمل أو يدخل مشروع أو حاجة وهو يعني بيظن إن هو هيكسب منه، لكن هو هنا هيحصل إن هو هيخسر ماله. طيب
لو المريض بقى، لو الإنسان المريض شاف نفسه إن هو ماسك بامية خضراء، ده دليل على إن إن شاء الله بإذن الله ربنا هيشفي عنه وهيزول عنه المرض بأمر الله تعالى. آخر حاجة معانا وهي رؤية، إن الرأي لو شاف إن هو بياكل البامية مع الرز، يعني حاطط البامية مع الرز مع بعض في طبق واحد وبياكل في الطبق ده، ده دليل على إن هو هيسمع بعض الكلام الجارح، وإن هو هيتكلم وفيها تحصل نميمة وصرصرة ونقل كلام، فياخد باله هنا الرائي برضك من النقطة الحلم ديت، ياخد باله منها او الرؤية ديت ليه، رؤية ان هو بياكل بامية مع الرز في طبق واحد، مع رز مطبوخ والبامية مطبوخة وبياكلهم مع بعض في طبق واحد وبياكلهم، ان هو هنا هيسمع بعض الكلام الجارح والنميمة. ربنا يا رب يحفظنا جميعا، وربنا يا رب يسترها معنا جميعا. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.